الولايات المتحدة الأمريكية وجهت ضربات عنيفة ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالقرب من الحدود العراقية وتحديدا في الداخل السوري، وجاء هذا بإعلان رسمي من قبل القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشكل الذي ترونه. والتفاصيل جاءت ببساطة بأن الضربات كانت ضربات جوية موجهة إلى مخازن للعتاد موجودة في مدينة دير الزور. تحدثوا بأن هذه المخازن، وتحديدا من تحدث بهذا الأمر هو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، قال بأن الهدف الأساسي لهذه المخازن التابعة للفصائل المسلحة كان هو تدمير 11 مخزنا، ولكنهم قاموا بإسقاط مخزنين لم يستهدفوا هذه المخازن بحسب ما تحدث بأن كان هنالك مارة بالقرب من هذه المخازن، لذلك اتخذوا قرارا بتدمير هذه المخازن ودمروها بالفعل بحسب هذه التصريحات الرسمية. المخازن تتواجد فيها صواريخ وأسلحة استراتيجية مهمة بالنسبة لهذه الفصائل المسلحة. لم يوضحوا ما إذا كان هنالك قتلى أو جرحى بين صفوف هذه الفصائل، ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان جاء بتفاصيل أكثر وقال بأن هذه المخازن التي ضربت يطلق عليها مستودعات عياش، هي التي ضربت، وكانت الضربات عبارة عن أكثر من 3 ضربات جوية باستخدام صواريخ عالية وشديدة الانفجار في هذه المنطقة، وأدى الأمر إلى عملية مقتل 6 حراس موجودين في هذه المنطقة وكان هنالك جرحى. وأكدوا بأن هذه المنطقة تحديدا مستودعات عياش وتشرف عليها ميليشيات فاطميون الأفغانية في تلك المنطقة هي المشرفة، ولكنهم أيضا أكدوا بأن هنالك، بالنسبة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن هنالك جنسيات سورية وغير سورية، ليس واضحا هل هم من السوريين الذين قتلوا، هل هم من العراقيين، هل هم من اللبنانيين، هل هم من الأفغان، هذا الأمر ليس واضحا. ولكنهم أكدوا أيضا أن سيارات الإسعاف وعجلات الإسعاف كانت حاضرة وقد وصلت إلى تلك المنطقة، وهنالك تغطية عالية على طبيعة الخسائر التي جرت. كانت هنالك صورا لهذه الضربات، بكل تأكيد هذه إحدى هذه الصور التي جاءت فجر هذا اليوم. الضربة كانت في الساعة 4 فجرا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وما أكده، والبيانات الرسمية جاءت طبعا بعد ساعة في الساعة 5 أو 5:15 تقريبا. وكما تلاحظون هنا هذا هو مقاطع طبعا نشرت ونشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى احتراق إحدى المخازن، لاحظ بأنها تحترق وبعدها فجأة تنفجر بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وهذا ليس بسبب القصف، هذا بسبب المواد والعتاد والخزين السلاح والصواريخ الموجودة هي التي انفجرت، واستمرار التوهج بهذا الشكل لهذه المخازن توضح أنها مستودعات لسلاح ضربتها ضربة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه طبعا المخازن لكي نتعرف عليها عندما نتوجه إلى القمر الصناعي، أين تقع هذه المخازن، أين هي بالضبط، أين استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالهبوط مباشرة إلى الحدود العراقية السورية وبالذهاب مباشرة إلى دير الزور هنا، فإن هذه المستودعات ليست بالبعيدة من دير الزور. هذا هو دير الزور، هذه مدينة دير الزور المهمة، وهنا المستودعات التي ترونها، هذه هي مستودعات عياش التي استهدفت فجر هذا اليوم بأخذ صورة واضحة. سنلاحظ أن هنالك الكثير من المستودعات هنا وهنا، هنالك الكثير من المستودعات فعلا، ليس هنالك تحديث من الأقمار الصناعية على طبيعة الدمار الذي جرى. دعونا الآن نبتعد قليلا لكي نرى من أين من الممكن أن تكون هذه العملية قد قام بها التحالف الدولي فعلا بهذا الشكل، أو عملية العزم الصلب تحديدا. فإن هذه المنطقة، هذه مدينة دير الزور التي نتحدث عنها، وهنا المخازن التي نتحدث عنها بهذا الاتجاه. كما تلاحظون هنالك قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة كونيكو التي يتواجد فيها التحالف الدولي، وبالتالي يبدو بأن الأمور وكأنها قد تمت إدارتها من قبل التحالف الدولي بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وجهوا هذه الضربات وانسحبوا. المرصد السوري أيضا أضاف معلومة بأن كان هنالك ضربات أيضا موجهة ضد معسكر يطلق عليه معسكر الصاعقة في هذه المنطقة. التصريحات الرسمية توضح أن هذه المستودعات هي فقط التي ضربت، ننتظر ونرى بكل تأكيد. ولكن أيضا في نفس الوقت كانت هنالك طائرات قد اشتركت، هي ليست موجودة في سوريا، اشتركت في هذه المعركة، كانت قادمة من الخليج العربي، ظهرت قبل هذه الضربات التي نتحدث عنها في الساعة ما يقارب 3 فجرا، قبل ساعة تقريبا من العملية التي نتحدث عنها ظهرت هذه الطائرة وهي RC-135 Rivet Joint
وهي من الطائرات التي تستخدم في عمليات الاستخبار والاتصالات وتعقب كل شيء يجري، مثل طائرات الاستخبار الإلكترونية بالضبط. هذه الطائرة تعمل كثيرا في الأجواء السورية وفي الأجواء العراقية، ظهرت بهذا الشكل قبل ساعة من الضربات كما تلاحظون. هي قادمة بحسب الفلايت ريدار 24 من قاعدة العديد القطرية، دخلت إلى الأجواء العراقية، دخلت إلى الأجواء السورية وبدأت الضربات بكل تأكيد. وهذا هو التسجيل لهذه الطائرة التي نتحدث عنها، بل كانت هنالك أيضا هنالك طائرة أخرى أيضا دخلت فجأة وظهرت أيضا على الرادارات من فوق الأجواء السعودية. هذه الطائرة قد تكون قادمة أيضا من قاعدة العديد عبر السعودية مباشرة إلى الأراضي العراقية. هنا محافظة دير الزور كما ترون دخلت إلى الأراضي السورية، وكانت الضربات حاضرة. هذه الطائرة تحديدا عندما نجدها فإنها أيضا طائرة من نوع طائرات الاستخبار المهمة جدا، وهي بومباردر E-11A. هذه هي الطائرة التي تلاحظونها عادة أيضا ما تلاحظ عن طريق الرادارات الفلايت ريدار 24 فوق الأجواء العراقية، فوق الأجواء السورية بكل تأكيد. ولكن لماذا قام التحالف الدولي بهذه الضربات بهذا الشكل؟ لماذا؟ ردا على ماذا؟ إيريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد بأن هذه الضربات تأتي ردا على هجوم قد تم في 15 من أغسطس بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف التي تتواجد فيه القوات الأمريكية هناك مع قوات مغاوير الثورة السورية، ضربت بالطائرات المسيرة. بل إنهم زادوا معلومة مهمة جدا نشرت قبل ساعة من البدء بهذا البرنامج، نشرها طبعا الحساب الخاص والرسمي على تويتر من الحساب الخاص لعملية العزم الصلب بهذا الشكل على تويتر كما تلاحظون. نشروا من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة، والمفاجأة الكبيرة أن الطائرات المسيرة لم تكن قادمة من سوريا، لم تنطلق من داخل الأراضي السورية إلى هذه القاعدة، لا بالعكس. بحسب الصورة التي نشروها كما تلاحظون بأن الطائرات المسيرة كانت قادمة من محافظة بابل من العراق، وهي انطلقت بهذا الشكل ووصلت إلى قاعدة التنف الاستراتيجية بين الحدود العراقية السورية وأيضا في هذا المثلث المهم مع المملكة الأردنية الهاشمية، وضربت هذه القاعدة التي ترونها. بل إنهم أضافوا معلومة مهمة على هذا المخطط، أن الطائرات التي استخدمت من داخل الأراضي العراقية هي طائرتين مسيرتين، وقاموا بتجميع أشلاء هذه إحدى هذه الطائرات التي لن تنفجر، وهي من نوع KASO4 طائرات عادة هو نوع الطائرات بالضبط الذي تستخدمه الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي. وبالتالي واضح جدا أن التحالف الدولي اختار عدم ضرب الفصائل في الداخل العراقي وضرب في الداخل السوري لإبقاء هذه الجبهة، هي جبهة الضربات المهمة. أيضا هم أشاروا إلى عملية هجوم تم بالصواريخ من الميادين على قاعدة حقل العمر النفطي بعد ساعات من هذه الهجمة التي نتحدث عنها اليوم. هم أشاروا لهذا الأمر، كان هنالك صاروخا قد سقط على محيط قاعدة حقل العمر النفطي منطلقا هذا الصاروخ من الميادين من إحدى الفصائل العراقية، وأن هنالك استنفارا كبيرا جدا في تلك المنطقة. وبالتالي بهذا الشكل القيادة المركزية الأمريكية بررت الضربات التي قامت بها. هذه الضربات هي تأتي في ظروف صعبة للغاية واللحظات الأخيرة كما يتحدث البعض على المفاوضات النووية. هنالك تطورات كبيرة مرتبطة بما جرى لمسودة هذا الرجل جوزيف بوريل، وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. الرجل وضع مسودة ومقترحات اجتمعوا في فيينا على هذا الأساس، وكان هنالك ردا إيرانيا على مسودة هذا الرجل أرسلت للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت في الرد. الرجل بدأ يضغط عليهم كثيرا، أكد مسؤولون أمريكيون إلى الواشنطن بوست يوم أمس بأن الرد سيكون اليوم الأربعاء على هذه المسألة من أجل إنهاء هذه المسألة تماما وأن نعود إلى الاتفاقية النووية. وطبعا الرد تأخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للعديد من الأسباب التي تحدثت عنه الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى أن كان هنالك اجتماعا بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوم أمس. صدر بيان بعد هذا الاجتماع مباشرة، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ملتزمة بأمن إسرائيل ضد إيران. وبعد ذلك مباشرة اليوم وأيضا قبل ساعات قليلة من بدئنا لهذا البرنامج، الخارجية الإيرانية أكدت بأنها استلمت الرد الأمريكي مباشرة على مسألة المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي،
لأنهم يدرسون عملية الرد عليها كرد نهائي لنرى ما الذي سيحدث. المفاجأة الكبيرة والغريبة للغاية بأن إيران انترناشنال أكدت بتغريدة أيضا بعد هذه الأنباء بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت كل الشروط الإضافية التي وضعتها إيران في ردها على الاتحاد الأوروبي وأنها رفضتها تماما، وكذلك رفضت أي عملية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أي عملية تخصيب لليورانيوم أكثر من 4%. وهذا طبعا يوضح بأننا متوجهون إلى أمور صعبة للغاية في هذه المفاوضات، هي تأتي لتزيد الطين بلة على تصريحات كانت قادمة من رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. الرجل أيضا اليوم ظهر هذا اليوم كان قد تحدث بأننا لن نعود لهذه الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يتم إسقاط التحقيقات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع وجدت فيها جزيئات اليورانيوم في الداخل الإيراني، وإن لم تسقط هذه التحقيقات لن نعود إلى هذا الاتفاق النووي. هذا هو شرطنا حول هذا الموضوع. وهذه طبعا مسألة ردت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت لا نستطيع عملية إسقاط هذه التحقيقات من دون إجابة. هم يعلمون تماما لن تكون هنالك إجابة، فإن إيران قد تكون تمتلك سرا أو منشآت سرية تتوجه من خلال هذه المنشآت إلى القنبلة النووية مباشرة، وهذا سيكون إخفاقا كبيرا وخطيرا للغاية على نزاهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي التفاصيل التي وضعتها إيران اليوم الرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي وضعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في خطر كبير للغاية. وبالتالي الاتفاق النووي أصبح فجأة تحت المطرقة، أصبحت كل المؤشرات بأننا بالعكس قد نكون متوجهين إلى فشل لهذه المفاوضات النووية بشكل خطير للغاية. وهذا طبعا يضعنا أمام سيناريو العملية العسكرية التي قد تكون متوجهة ضد المفاعلات النووية الإيرانية، وهذا يأتي من تفاصيل جديدة نشرتها وكالة إيلاف من مصادر خاصة توضح بأن هنالك خطرا كبيرا جدا قادما من إسرائيل. نشرت من مصادر خاصة أكدت بأن طائرات من طائرات F-35 الإسرائيلية تمكنت من الدخول واختراق الأجواء الإيرانية في الشهرين الماضيين لأكثر من مرة، قامت بهذه العملية وانسحبت بكل سهولة من دون أن تتمكن الرادارات الإيرانية أو الرادارات الروسية من عملية ضبطها، وبالتالي المنظومات الدفاعية لم تتمكن من ضبط أي شيء. وهذا يوضح أن هذه الطائرات في ظل هذه المصادر الخاصة لوكالة إيلاف بأنها اخترقت الأجواء العراقية إلى إيران وعادت من دون أي مشاكل لأكثر من مرة. وهو يوضح نقطة مهمة بالنسبة إلينا، الإسرائيليون معتادون على ضرب الرادارات وكذلك المنظومات الدفاعية في الداخل السوري، وهذا يوضح أن هذه الطائرات الآن تمتلك ما هو كافي بالنسبة إليها لعملية ضرب هذه الرادارات أو ضرب هذه المنظومات الدفاعية، فتح الطريق لطائرة B-2 أو B-52 التي لديها القدرة على حمل قنبلة البانكر باستر وهي مخترق القبو لكي تخترق الأجواء بهذا الشكل الإيرانية وتضرب المنشآت النووية إذا ما فشلت المفاوضات النووية. وهذا ما ثبتته وكالة إيلاف حول التفاصيل التي ذكرتها لكم الآن. هذا ما قالته: مقاتلات شبح إسرائيلية من طراز F-35 أمريكية الصنع حلقت في الأجواء الإيرانية أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين مخترقة الرادارين الروسي والإيراني. وهنا المشكلة الحقيقية بأن حتى مسألة العودة للاتفاقية النووية أصبح فيها خطر على الرئيس الأمريكي جو بايدن. الأوساط الأمريكية مثل صحيفة البوليتيكو الأمريكية، وقبل الذهاب إلى صحيفة بوليتيكو الأمريكية والحديث عنها، بأن أمير علي حاجزادة وهو قائد القوة الجوفضائية الإيرانية كانت لديه تصريحات قبل كل هذا الذي تحدثنا عنه، تحدث بشكل واضح بأن إيران لديها الإمكانية على تدمير إسرائيل من دون الوصول إلى أي قنبلة نووية بحسب صحيفة كيهان التي ترونها. بالتالي المنطقة أصبحت في خطر كبير للغاية. العودة للاتفاقية النووية تبدو كسيناريو أفضل، ولكن كما تحدثنا بأن صحيفة بوليتيكو الأمريكية بدأت تضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت بأن مسألة العودة هذه الاتفاقية النووية ستنفع روسيا بشكل مباشر. وضعت سيناريوهين اثنين حول هذه المسألة بالنسبة لبوليتيكو. قالت بمجرد ما ترفع العقوبات عن إيران بهذا الشكل الذي ترونه وتصبح إيران قادرة على تصدير النفط كما تريد
الوحيد من دون أي مشاكل أو عواقب، فروسيا تستطيع تصدير وأن تقوم بإرسال النفط مباشرة الروسي عبر بحر قزوين إلى إيران. إيران تقوم بتكرير النفط الروسي، الاستفادة منه وبيع نفس الكمية التي استلمتها من النفط الروسي كنفط إيراني مباشرة. استلمنا كمية من النفط مثلا 2000 برميل، نبيع 2000 برميل مباشرة إيرانية إلى السوق، نتحصل على الأموال المهمة جدا وبأسعار مميزة للغاية، ونأخذ هذه الأموال ونسلمها إلى روسيا في تعاون خطير للغاية. أيضا البوليتيكو تحدثت بأن من الممكن في إحدى الموانئ وعدد من الموانئ التي تتواجد فيها ناقلات النفط الروسية أن تنقل النفط الروسي إلى ناقلات النفط الإيرانية، وناقلات النفط الإيرانية من دون أي مشاكل تبيع هذا النفط. وبالتالي هنا نتحدث أن العودة للاتفاقية النووية ستفيد روسيا بشكل استراتيجي. أيضا تيد كروز، هذا الرجل المهم الجمهورية المهم في مجلس الشيوخ الأمريكي، فاجأ الجميع يوم أمس وقام بإصدار كتاب موجه وبشكل واضح وببيان حول العودة للاتفاقية النووية. إن عدت يا بايدن إلى هذه الاتفاقية النووية فبحلول يناير عام 2025 سننسحب من هذا الاتفاق النووي. وبالتالي نحن أمام تطورات ليست بالعادية، ليست بالطبيعية، الجميع في قلق كبير مما ممكن أن يكون قادما في هذه المسألة التي نتحدث عنها. وتظل الأسئلة، هل نحن متوجهون إلى التصعيد أم نحن متوجهون إلى سيناريو العودة؟